أريد تلف يطالب بحظر جوي لحماية إدلب من ضربات الأسد. والسعودية تدعو لتوازن عسكري بين المعارضة والنظام. جهات حقوقية عدة وثقت ارتكاب معظم أطراف الصراع السوري جزءا من كرامة الطفل وكلاع جسده الهش التي تحافظ على جزء من كرامة الطفل وتراعي جسده الهش ممنوع داخل السجن وحرم. دورة مهارات الصوت والإلقاء الصوتي تعرفنا على مرتكزات الإلقاء الصوتي، حكينا عن التقطيع والتدوين، أهمية التشكيل، أهمية اللغة العربية، كيف نحافظ على أصواتنا، حكينا كمان عن أهمية الوقفات، عن معدل السرعة بالكلام، عملنا نماذج عن مواجز إخبارية، تقارير، نشرات أخبار، كيف نحط مشاعرنا بالنصوص اللي عم نقرأها خاصة إذا كانت نصوص إنسانية. كمان عملنا تمارين فوكاليز وتمارين صوت. بجريرة آبائهم احتجزوا وعذبوا وقاسوا أشد ما يمكن أن يمر على الإنسان من ظروف. سجلنا تقرير في قدرنا نوصل فيه المشاعر اللي نتعرف كيف لازم نرتبط مع الخبر اللي نحن بنحكيه، كيف نقدر نعطي روحنا فيه للخبر. هالشي ما كنت بعرف انه كيف ممكن نقدمه بطريقه احترافيه من قبل. هلا صرت اعرف، صرت اعرف الفرق بين اسلوب ونمط وتيره موجز الاخبار عن نشره الاخبار عن التقرير. سجلت تقرير وموجز اخبار وايضا نشرة اخبارية. تركيا ونبيل العربية العواني بحل سياسيا انهاء للمعاناة الاسلامية. هلا طبعا الصوت الجميل هو نعمة من الله يعني، بس كمان فينا نقول انه اي شخص بيدرب على تقنيات الصوت وبيمرن ومع الوقت بيتمرن يعني ومع الوقت بيقدر يصل لصوت جميل، صوت بيتقبل الجمهور. كان معكم عارية كمال الدين وملك مرمون إلى نشرتنا المسائية.